تمام، نبدأ كده يا دكاترة من الليمفاتيك درينج. بصوا يا دكاترة، أنا عايزة أدي رقم موبايلي لحد بحيث لو الصوت راح خالص عشان ما أقعدش كل شوية أتشيك على الصوت، والصوت لو راح وأنا عمالة مكملة في الشرح وعمالة أنحرف قلبي. فعايزة أدي حد واحد رقم موبايلي بحيث لو الصوت راح يرن عليا. ماشي؟ حد عنده يا ولاد يعني حد عنده بوسيبيليتي كده يكتب لي بس. طيب نبدأ كده، نتوكل على الله يا دكاترة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقى يا دكاترة الجزء اللي فاتنا اللي هو ايه vessels والنيرفس بتاع الانتيرو ابدومينال وول. احنا ما سمعناش. بص يا ولاد، انا هحاول امينيمايز ده عشان اشوف برضو التشاتس بتاعتكم، يعني همينيمايز ده معلش، هنبقى باصين كده على نص الشاشة بحيث ان انتوا لو كتبتوا حاجة اقدر انا اشوفها. ماشي، هحاول كده بس اشوف كده هقدر اشوف الاثنين ولا مش هقدر. تمام خلاص، انا في ناس بعت لهم يا ولاد رقم موبايلي لو اي حاجة حصلت في النت، لو الصوت قطع تماما حد يقول لي. ماشي يا ولاد، حد يرن عليا ويقول لي. طيب نتوكل على الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا ولاد، احنا وقفنا لحد الليمفاتيك درينج بتاع الانتيريور ابدومينال وول. تمام، قلنا يا ولاد الليمفاتيك درينج بتاع الانتيريور ابدومينال وول ده كان عبارة عن ايه؟ احنا اتفقنا ان الانتيريور ابدومينال وول دي هنقسمها لجزئين، جزء فوق الامبليكس وجزء تحت الامبليكس. الجزء اللي فوق الامبليكس ده يا دكاتره بيدرين فين؟ بيدرين في الاكزيلاري لمف نودز. تمام، الجزء اللي تحت الامبليكس ده كان بيدرين فين؟ بيدرين في السوبرفيشال انجوينال لمف نودز. يبقى انا عندي جزئين، جزء فوق الامبليكس بيدرين في الاكزيلاري لمف نود، وجزء تحت الامبليكس بيدرين في السوبرفيشال انجوينال لمف نودز. وقلت لك ان السوبرفيشال لمفاتكس دي بتفولو مين يا ولاد؟ بتفولو الفينز. زي ما قلت لك ان كان عندنا فين اسمه لاترال ثوراسيك كان بيروح يصب في فين اسمه اكزيلاري فين، وعندي فين تاني كان اسمه انفيريور ابيجاستريك فين كان بيروح يجوين الجريت سافينس فين. كان عندي اسفه سوبرفيشال ابيجاستريك كان بيروح يجوين الجريت سافينس فين، يعني بيروح لمنطقه الانجوينا ريجون ده. يبقى يا دكاتره الليمفاتكس هتفولو الايه؟ هتفولو الفينز. تعالى بقى، قلت لك اهميه السوبرفيشال ليمفاتكس دي في ايه؟ في الليمفاتيك في الليمفاتيك درينج، ان لما العيان يحصل له جرح او يحصل له وات ايفر في الانتيرور ابدومينال وول يحصل فيه انفكشن، العيان مش هيجي لك بالجرح، هو عارف الجرح وشايفه ودهنه مرهم وعارف عنه كل حاجه. امال ايه؟ هيجي لك بالسويلنج اللي موجود في الاكزيلا. ليه؟ لان لو الانجري ده فوق الامبليكس هيروح للاكزيلاري لمف نودز. انهي جروب اوف اكزيلاري لمف نودز؟ الانتيريور او البكتورال جروب اوف اكزيلاري لمف نودز. تمام يا دكاتره؟ طيب لو احنا تحت الامبليكس هيروح فين يا ترى؟ هيروح في السوبرفيشيال انجوينال لمف نودز. يبقى لو العيان عنده اكزيما، عنده هرش،
عنده اي حاجه حصل فيها انفكشن وراحت عملت انلارجمنت للسوبرفيشال انجوين وراحت عملت انفكشن، الانفكشن يبقى دريند بالسوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. قلت لك العيان مش هيجي لك بايه؟ مش هيجي لك بالجرح اللي هو عامله ولا المرض الجلدي اللي عنده، لا ده هيجي لك بالسويلنج. الناس كلها مرعوبه من السويلنج عشان ايه؟ عشان الكانسر وكده، تمام؟ طب تعالى لي بقى للديب لينفاتكس. يعني ايه ديب لينفاتكس؟ يعني دريننج الديب ستراكشرز بتاعه الانتيرور ابدومينال وول. ايه هم يا ترى؟ قالوا احنا عندنا ليمف نودز موجوده جنب الاسترنم اسمهم بارا استرنال ليمف نودز، وليمف نودز تانية جنب الاكسترنال ايلياك ارتري اسمهم اكسترنال ايلياك ليمف نودز. هل دول اقدر اشوفهم على السطح؟ لا ما اقدرش، دول ديب ليمف نودز. واضح يا ولاد؟ يعني مش ليمف نودز سوبرفيشال، باراسترنال واكسترنال ايلياك ليمف نودز. طيب الباراسترنال ليمف نودز دي هتدرين ايه؟ هتدرين الليمفاتكس بتاعه الانتيرور ابدومينال وول، بس الديب ستراكشرز الا اباف الامباليكس، تمام؟ طب نفتكرها ازاي؟ بالارتريز. قلت لك الديب ليمفاتكس بتفولو الارتريز. لو ده كده الارتري اللي اسمه سوبيريور ابيجاستريك ارتري، ده جاي اصلا من مين؟ من الانترنال ماماري. مش احنا قلنا انترنال ثوراسيك بيتقسم سوبيريور ابيجاستريك وماسكولوفرينيك؟ قالوا تمام التمام. يبقى السوبيريور ابيجاستريك وهو راجع يروح للباراسترنال ليمف نودز. طب والارتري اللي تحت ده يا دكاتره اللي كان اسمه انفيرور ابيجاستريك، مش قلنا ده تريبيوتري من اكسترنال ايلياك؟ فاكرين المره اللي فاتت اما قلنا الاكسترنال ايلياك ملوش غير تو مش ده برانش من الاكسترنال ايلياك؟ ساعه ما قلنا الاكسترنال ايلياك ملوش غير تو تريبيوتريز بس، الانفيرور ابيجاستريك ارتري والديب سيركمفركس ايلياك ارتري، تمام. يبقى كان الليمفاتيك درينج ده هيفولو الارتري وهيرجع هنا للايه؟ للاكسترنال ايلياك ليمف نودز. واضح يا ولاد؟ يبقى تاني بفكرك السوبرفيشال ليمفاتكس افتكر فيها الفينز اللاترال ثوراسيك اللي رايح الاكزيلري، يبقى انا اكزيلري ليمف نودز. السوبرفيشال سيركمفلكس ايلياك وسوبرفيشال ابيجاستريك اللي كانوا بيروحوا للجريت سافنس يعني في منطقه الانجوينال ريجون، يبقى سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. الديب ليمفاتكس افتكر الارتريز واكتب كده في كتابك. الارتري اللي اسمه سوبيريور ابيجاستريك ده كونتينيويشن بتاع الانترنال ثوراسيك يعني في الثوركس كده يعني باراسترنال ليمف نودز. طب الانفيريور ابيجاستريك ده برانش من الاكسترنال ايلياك، يبقى اكسترنال ايلياك ليمف نودز. واضح يا ولاد؟ طيب تعالى بقى احنا كده شفنا الليمفاتيك درينج. قالوا طيب في منطقه معينه كده خطر قوي، فاكرين لما قلت لك ليمفاتيك درينج اباف الامباليكس وليمفاتيك درينج بيلو الامباليكس؟ اه. طب والامباليكس بقى نفسها، فاهم الفكره؟ الامباليكس نفسها ايه اللي هيحصل فيها يا ترى؟ قالوا الامباليكس يا دكاتره حواليها مجموعه من الفينز كده اسمهم بارا امباليكال فينز. اسمهم ايه يا اولاد؟ بارا امباليكال فينز. ايه البارا امباليكال فينز دول؟ قالوا دي فينز بتدرين الاندر سيرفيس بتاع الامباليكس. يبقى الاندر سيرفيس بتاع الامباليكس ده دريند فينز اسمها بارا امباليكال فينز. حلو قوي. البارا امباليكال فينز دي تاخد الليمفاتيك الليمفاتكس موجوده حوالين الامباليكس كده، بتمشي الليمفاتكس دي بتمشي وبتروح لفين يا دكاتره؟ بتروح للبورتا هيباتس. ليه بتروح للبورتا هيباتس؟ عشان دي سكه البارا امبليكال فينز اللي انا بقول لك عليها دي. يبقى الاندر سيرفيس بتاع الامبليكس ده بيبقى دريند بليمفاتكس، الليمفاتكس دي ماشيه مع الفينز اللي انت شايفها دي اللي اسمها بارا امبليكال فينز، وتروح لحد ليمف نودز موجوده في البورتا هيباتس. ايه كلمه بورتا هيباتس دي؟ الانترنس بتاع الليفر. يبقى الانترنس بتاع الليفر عليه شويه ليمف نودز اسمهم الليمف نودز بتاعت البورتا هيباتس. ترجع الليمفاتكس مع البارا امبيريكال فينز دي وتروح للايه؟ وتروح للليمف نودز اللي في البورتا هيباتس. اهميه الكلام ده ايه؟ قلت لك ان انت بتعلم الام اللي لسه نيولي بورن انفانت، بتقول لها خلي بالك انت لازم تعقمي له الامبيليكس، تجيبي قطنه فيها الكحول لحسن لو حصل فيها انفكشن. الليمفاتيك درينج هيروح لمين يا دكاتره؟ للليمف نودز اللي موجوده في البورتا هيباتس. طب هل الام تبالغ بقى في التعقيم؟ يعني تفضل تدعك في الامبيليكس ومش عارف ايه؟ لا، ده هي ممكن كده تعمل فيها انفكشن. يبقى انا بقول لها جنتل تابنج كده، بجيب قطنه فيها الكحول اعمل جنتل تابنج كده علشان ما يحصلش انفكشن، وفي نفس الوقت ما زودش قوي في الايه؟ في التنظيف بتاع الامبيليكس دي. تعالى بقى كده احنا خلصنا ليمفاتيك درينج، سهل جدا. سوبرفيشال ليمفاتكس، ديب ليمفاتكس، ليمفاتكس اللي موجوده على الاندر سيرفيس بتاع الامبيليكس، حاجه في منتهى الاهميه.
تعال بقى للنيرف سبلاي بتاع الانتيرور ابدومينال وول. ايه هو النيرف سبلاي يا ترى؟ قايل له اي نيرف سبلاي عباره عن حاجتين زي ما احنا متفقين، موتور وسنسوري، صح؟ الموتور يا دكاتره ده احنا قلناه واحنا بناخد الماسلز بتاعه الانتيرور ابدومينال وول. قلنا الماسلز بتاعه الانتيرور ابدومينال وول سبلاي بمين؟ باللور 5 انتركوستال والسب كوستال، صح؟ طيب قلنا ما عدا الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس بتاخد اديشنال نيرف سبلاي، نيرف سبلاي زياده من نيرفين، مين هما؟ الايليو هايبوجاستريك والايليو انجوينال. ده ايه؟ ده موتور هيحرك لي عضلات الانتيرور ابدومينال وول. طب بالنسبه للسنسوري نفس النيرفات، معقوله؟ يعني نفس النيرفات اللي بتديني موتور دي اللي هما اللور 5 انتركوستال والسب كوستال هيطلع منهم برانشز، الايديو هايبوجاستريك والايديو انجواينال يطلع منهم برانشز يدولي سنسوري سبلاي. ايوه. طب تعالى بقى، تعالى قول لي كده اللور 5 انتركوستال والسب كوستال دول بيعملوا ايه؟ قالوا دول بيمشوا في البلين اللي انا قلت لك عليه قبل كده. دي العضله دي مين؟ اكسترنال اوبليك. عرفت ازاي؟ الدايركشن اوف فايبر بتاعها داونورد فورورد اند ميديالي، وادي الانتر ديجيتيشن اللي قلنا عليها مع السريتس، وادي الانتر ديجيتيشن مع الديسمس دورزاي والكلام اللي قلناه. حلو يا اولاد؟ تمام التمام. يبقى هي هتمشي في بلين اسمه نيورو فاسكولار بلين. ايه النيورو فاسكولار بلين اللي انا قلت لك عليه ده؟ قلنا ده المكان اللي ما بين العضله دي اللي الفايبرز بتاعتها ماشيه بالعرض اللي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس، والعضله اللي فوقها اللي اسمها انترنال اوبليك، ده النيورو فاسكولار بلين. يبقى النيرفز دول اللي هم اللور 5 انتركوستال والسب كوستال هيمشوا في النيورو فاسكولار بلين، وبعدين يلاقوا قدامهم الفايبرز. خلاص عدينا الفليش بورت بتاع العضلات دي، اتحولنا للجزء الابونيوروتيك. فاكر لما قلت لك من اول الانتيرو سوبيريور ايليك سباين لحد الامباليكس كل الجزء ده ابونيوروتيك؟ ايوه. النيرفات هتعمل ايه؟ قالوا هتبيرس، هي دلوقتي عايزه تدخل الريكتس شيز، صح؟ فاكر لما قلت لك الانترنال اوبليك دي اتقسمت لتو لاميني، لامينا قدام الريكتس ابدومينس ولامينا ورا الريكتس ابدومينس؟ ايوه. النيرفات دي هتبيرس الديب لامينا بتاعه الانترنال اوبليك، ماشي؟ وتدخل الريكتس شيس. تمشي فين في الريكتس شيس يا دكاتره؟ تمشي تحت الريكتس ابدومينس. يبقى تاني، هتبيرس الديب لامينا بتاعه الانترنال اوبليك، تمشي تحت الريكتس ابدومينس وتطلع على الانتيريور ابدومينال وول، تبقى نيرفات موجوده قدام. قدام، تمام. ووصلنا الانتيريور ابدومينال وول، ما احنا خلاص سبلايد العضلات واحنا ماشيين في النيورو فاسكولار بلين ده، صح؟ فبالتالي جينا بقينا اسمنا انتيريور. طب انا طالما طلعت على السكين يبقى رايح ادي سنسوري سبلاي ولا موتور سبلاي؟ سنسوري سبلاي. يبقى اسمها انتيريور كيوتينيوس نيرفس، ماشيه على جانبي اللين يا قلبك. يبقى الرحله ايه يا ترى؟ عضلات النيرفات ماشيه في النيورو فاسكولار بلين ما بين الترانسفيرسس والانترنال اللي فوقها، خرمت الديب لامينا بتاعت الانترنال اوبليك، دخلت الريكتس شيس، مشيت تحت الريكتس ابدومينس، خرمت الانتيريور لامينا بتاعت الانترنال اوبليك، وخرمت الايه الريكتس ابدومينس عشان، وخرمت الايه الابيوروسس اللي قدام دي، تمام؟ وبعدين اتحولت للنيرفات 10 دي سنسوري سبلاي اسمهم انتيريور كيوتينيوس نيرف. شايف النيرف هو بيخرم الريكتس ابدومينس؟ شايفه بعد كده لما خرم الابونيوروزيس على جانبي اللينيا قلبه وتحول لانتيريور كيوتينيوس؟ ايوه. تعالى لي بقى كده، احنا خلصنا اللور 5 انتركوستال والسب كوستال كلهم هيمشوا بنفس الطريقه اللي احنا قلناها دي، ماشي؟ تعالى لي بقى للنيرفين التانيين. هما النيرفين الزياده دول اسمهم ايه؟ ايليو هايبوجاستريك وايليو انجوايد. رايحين يسبلاي مين؟ انا قلت لك مين العضلات اللي في الانتيرو ابدومينال وول الزياده اللي بياخدوا ايليو هايبوجاستريك وايليو انجواينال؟ الانترنال اوبليك والترانسفيرسس. برافو عليك. قال لك تعالى لي بقى النيرفين دول اللي اسمهم ايليو هايبوجاستريك اللي انا عامله لك بالاخضر وايليو انجواينال اللي انا عامله لك بالاصفر. ايليو هايبوجاستريك مين اعلى؟ منطقه الجاستريك ريجون يعني الاستومك بتاعتي ولا منطقه الانجواينال ريجون؟ لا، منطقه الجاستريك ريجون اعلى من منطقه الانجواينال ريجون. فبالتالي قالوا فبالتالي النيرف اللي فوق عشان احفظ دايما هو الايليو هايبوجاستريك، النيرف اللي تحت هو مين؟ الايليو انجواينال. النيرفات دي بتتكون يا دكاتره في قلب السبستنس بتاع عضله موجوده في البوستيريور ابدومينال وول، ممكن نكون سمعنا عنها قبل كده، اسمها سوس ميجور. ليه يا ترى بيتكونوا جوه السوس ميجور؟ قال لك اصل النيرفين دول ما هم الا
البرايمري الانتيريور برايمري ريموس بتاع ال1 خرج وعمل النيرفين دول، حلو قوي، مشوا جوه السبستانس بتاع السوس ميجر وبعدين خرموا السوس ميجر ومشوا على سطح عضله مربعه. طب مالك بتقول مربعه كده؟ اصلها اسمها كوادريتاس لامبورم. مشي اللي فوق اللي هو مين؟ ايديو هايبوجاستريك ولا ايديو انجوينال؟ انه اعلى الايديو هايبوجاستريك، الاستومك بتاعتي اعلى، وده الايليو انجوينال. مشيوا الاثنين على سطح الكوادريتاس لامبورم وبعدين مشيوا على سطح الترانسفيرسس ابدومينس، حلو جدا، وبعدين خرموا الترانسفيرسس ابدومينس. لما يخرموا العضله اللي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس دي يمشوا في بلين. يعني ايه كلمه بلين؟ البلين اللي انا قلت لك عليه قبل كده اللي اسمه نيوروفاسكولار بلين. عرفت اسمه ليه نيوروفاسكولار؟ ادي النيرفات ماشيه فيه اهي، ماشي؟ يبقى النيرفين اللي هيمشوا فيه الاليو هايبوجاستريك والاليو انجوينال، حلو، مشوا في النيوروفاسكولار بلين. قال لك دول اخين، الاخ الكبير متسرع والاخ الصغير ده هادي كده وراسي. الاخ الكبير المتسرع هو مين؟ الاليو هايبوجاستريك. متسرع يعني ايه؟ قال هو انا هفضل ماشي في النيوروفاسكولار بلين ده فور ايفر؟ انا عايز اخرم الانترنال اوبليك. خرم الانترنال اوبليك وبعدين قالوا مشي مشي في المكان اللي ما بين الانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، وبعدين متسرع برضو الاخ المتسرع راح خارم الاكسترنال اوبليك. شوفوا متسرع ازاي، قال هو انا هفضل ماشي بين الانترنال والاكسترنال؟ لا، راح خارمها وراح خارج على الانتيرور ابدومينال وول عشان يسبلاي السكين يبقى سنسوري. امال هو امتى بقى سبلايت الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس وهو ماشي في النيوروفاسكولار بلين بتاعهم؟ فاهمين؟ النيرف ده يا دكاتره عشان هنستعمل الحكايه دي في السنسوري سبلاي الاليو هايبوجاستريك بيطلع لي البرانش اللي انتم شايفينه ده اللي اسمه لاترال كيوتينيوس برانش. احمدك يا رب. الاليو انجوينال اخباره ايه؟ كان جوه السبستانس بتاعت السوس ميجر، خرمها، مشي على سطح الكوادريتس لحد دلوقتي زي الاليو هايبوجاستريك، مشي على سطح الترانسفيرسس لحد دلوقتي زيه، خرم الترانسفيرسس وبعدين مشي في البلين اللي ما بين الترانسفيرسس والانترنال. قال لا، انا مش هتسرع زي اخويا واخرم الانترنال اوبليك. امال انت هتعمل ايه؟ قال انا هنزل لتحت كده، وناس بتقول لك يعدي تحت الكونجويند تندون وناس ثانيه تقول لك لا بيخرم الكونجويند تندون. اراء واراء، ما عندناش مشكله. المهم هو هيخرم او هيعدي تحت الارشيت فايبرز بتاعه الانترنال اوبليك. مش دي الانترنال اوبليك ليها ارشيت فايبرز؟ هيخرمها. ليه يخرمها؟ عشان يسبلاي موتور سبلاي للكونجويند تندون ده، تمام التمام. وبعدين وبعدين يعدي، بقول لك ده راسي. قال لا انا مش هعمل، لا غلطه اخويا الكبير، اتعظ من اخوك الكبير، قال مش هعمل غلطه اخويا الكبير واخرم الاكسترنال اوبليك. امال هتعمل ايه يا ابني؟ ده انا الاقي في الاكسترنال اوبليك فتحه، خلاص انا همشي شويه لحد ما الاقي الفتحه ويخرج من الفتحه بتاعت الاكسترنال اوبليك. مين هي الفتحه بتاعت الاكسترنال اوبليك؟ الفتحه اللي اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج. واضح يا اولاد؟ تمام التمام. يبقى دي السوبرفيشال انجوينال رينج اللي بيطلع منها النرف ده اللي اسمه اليو انجوينال. في كده صعوبه؟ الدنيا سهله خالص. خرم السوس ميجور، مشي على سطح الكوادريتس، خرم ترانسفيرسس، مشي في النيوروفاسكولار بلين وهنا سبلايد العضلتين، راح خرم الكونجوينت تندون واداله سبلاي، وبعدين خرم ما خرمش بقى، مشي من الفتحه اللي موجوده في الاكسترنال ابدومينال اوبليك اللي اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج وراح سبلايد بقى ايه؟ اسمه هو اسمه انجوينال، يبقى يروح يسبلاي الاكسترنال جينيتاليا، وهقول لكم دلوقتي السنسوري سبلاي بتاعه. خلي بالك بقى من حاجه، النيرفين دول وهم ماشيين على سطح الكوادريتس لامبورم، مين اللي موجود عندي؟ على سطح الكوادريتس لامبورم ورا الكيدني، يبقى انا عندي الكيدني موجوده على سطح الكوادريتس لامبورم ورا. لما الدكتور يجي يعمل عمليه في الكيدني ممكن ينجر النيرفين دول. طب لو عمل انجري للاليو انجوينال ايه اللي هيحصل يا ترى؟ قالوا ده الكونجويند تندون هيبوظ. حد فاكر حاجه انا قلتها لك قبل كده اسمها الشاتر ميكانيزم؟ ايه الشاتر ميكانيزم ده؟ قالوا الارشيت فايبرز بتاعت الانترنال اوبليك دي قلت لك لما العضلات دي تكونتراكت تقفل الانجوينال كانال، تمام؟ فبالتالي
لما تقفلها ما يحصلش ان الكونتنتس بتاعه الابدومن تطلع من السوبرفيشال انجوينال رينج دي وتعمل لي هيرنيا. طب افرض النيرف بقى انجرد، يبقى الكونجويند تندون مش هيقفل، تبقى تفضل الفتحه مفتوحه. تمام، ده كده قلت لك يطربق الانجوينال كانال، لما ده يكونتراكت ينزل لتحت يقفل الانجوينال كانال. واضح يا اولاد؟ تمام التمام. يبقى معنى كده خد بالك يا جراح وانت بتعمل عمليه ورا في الكدني ان انت ممكن تنجر الاليو انجوينال، تخرج العيان من عمليه الكدني بهرنيا. واضح؟ او طبعا زي ما مكتوب في الكتاب ابند سيكتوم. ماشي؟ طيب تعالى لي بقى كده، بص لي على النيرفين دول كده وقول لي ده مين اللي فوق، ده مين واللي تحته ده مين. اولا ده مين اللي فوق؟ اليو هايبوجاستريك. عرفت ازاي؟ دي العضله الفايبرز بتاعتها ماشيه بالعرض ترانسفيرسس، ودي العضله اللي فوقها انترنال، ودي اللي بره خالص اكسترنال، يبقوا ماشيين في انهي بلين؟ النيورو فاسكولار بلين. حلو قوي. وبعدين قال لك تعالى بص لي بقى هنا، ده في نيرف خرم الاكسترنال ابدومينال اوبليك بنفسه، وفي نيرف لا ما استعجلش ده عدى من الكنال دي اللي من الفتحه دي اللي اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج وراح خرج از كونتنت اوف ذا سبرماتيك كورد، خرج من هنا كده وبعدين راح علشان زي ما قلت لك عشان يحقق اسمه بقى يسبلاي الانجوينال ريجن ويسبلاي الميديال سايد اوف ذا ثاي وهكذا. تمام، يبقى اللي فوق مين واللي تحت مين؟ اللي فوق اليو هايبوجاستريك واللي تحت اليو انجوينال. مين اللي ادى الكونجويند تندون؟ شايفين ده الكونجويند تندون؟ اللور ارشيد فايبرز بتاعت الانترنال اوبليك، مين اللي اداله سبلاي؟ الاليو انجوينال. تمام يا اولاد؟ تمام التمام. تعال شوفهم ماشيين في نيورو فاسكولار بلين، ده منظر تاني بس بالعرض بين ترانسفيرسس وانترنال، وبعدين واحد اعلى من التاني، مين اللي فوق؟ اليو هايبوجاستريك. مين اللي تحت؟ اليو انجوينال. تعالى لي هنا، مين اللي خرم الاكسترنال اوبليك؟ اليو هايبوجاستريك. مين اللي عدى من الاكسترنال انجوينال رينج؟ اليو انجوينال. الجاستريك ريجون بتاعتي اعلى من الانجوينال ريجون بتاعتي. تمام التمام. تعالى لي بقى كده شوف لي وريني الديستريبيوشن بتاع اليو انجوينال اللي انت بتقولي عليه. طبعا اللي فوق الاصفر ده مين؟ اليو هايبوجاستريك. اللي تحت البرتقاني اليو انجوينال. البرتقاني الاليو انجوينال ده سبلايد الاماكن اللي بالبرتقاني اللي هي مين؟ السكين بتاع الاكسترنال جينيتاليا، السكين بتاع الابر بارت بتاع الميديال سايد اوف ذا ثاي، والحاجه اللي قلت لك بيعمل لها موتور سبلاي اللي كانت فوق اللي هي مين يا دكاتره؟ التندون اللي هنا اللي اسمه كونجويند تندون. احمدك يا رب. تعالى لي بقى كده، كده احنا خلصنا الموتور سبلاي. الموتور سبلاي عباره عن ايه؟ قلت لك ديتيلز كتير بس انت تصمب في دماغك. الموتور سبلاي ده عباره عن ايه؟ العضلات. انا محتاجه ادي موتور لمين؟ مين اللي بيسبلاي العضلات؟ اللور 5 انتركوستال والسب كوستال، وزياده عليهم نيرفين مهمين قوي علشان هيسبلاي الانترنال اوبليك والترانسفيرسال زياده. ماشي؟ وعرفنا الكورس بتاعهم من اوله لاخره. طب بقيت بقى الانتيرو ابدومينال وول دي تاخد احساس منين؟ فاهمين؟ قالوا انتوا فاكرين يا اولاد اول كلمه قلتها لك في الامبليكس؟ قلت لك الامبليكس دي مكانها مكان تي 10، بتاخد سنسوري سبلاي الستراب دي السكين بتاع الانتيرو ابدومينال وول ماسل سبلايد سكسسفلي كده كانه هوريزونتال باندز ماشيه بالعرض كده. الباند اللي ناحيه الامبليكس دي بتبقى سبلايد من تي 10، وقلت لك في اول محاضره فوقها 3 وتحتها 3، يعني ايه فوقها 7 8 9 سنسوري انرفيشن، تحتها 11 12 وال1 موتور اسفه سنسوري انرفيشن. يبقى ده سنسوري انرفيشن وده سنسوري انرفيشن. ايه دليلك للناس الشاطره قوي 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 ان المكان اللي فوق البيوبس ده بيبقى سبلايد بال1؟ ايه دليلك؟ ان الاليو هايبوجاستريك والاليو انجوينا، مش انا لسه قايلك الاليو انجوينا هيروح يسبلاي المنطقه دي بتاعت الاكسترنال جينتاليا والابر بارت بتاع ميديال سايد، والاليو هايبوجاستريك اللي فوقه والاثنين جايين من مين بذكائك؟ من ال1. يبقى الاليو هايبوجاستريك اللي رايح يسبلاي الانجوينا ريجون ده ما جاي من ال1، ادي ال1 اهو. فاهمين الفكره؟ يبقى اليو هايبوجاستريك واليو انجوينا دول سنسوري وموتور. واضح يا اولاد؟ مين بقى بيدلعك يعني في الكتاب؟ بيقول لك طب فكر لي بقى، لو انا قلت لك ان الموضوع سكسسيف كده قول لي كده مين اللي بيسبلاي السكين اللي عند السب كوستال انجل؟ ايه السب كوستال انجل ده؟ مش ده الكوستال مارجن؟ ادي الكوستال مارجن تحته حاجه مربعه كده اسمها ايه؟ سب كوستال انجل. دي بتبقى سبلايد بمين؟ بتي 7 صح؟ ما احنا متفقين ان فوقه 3 وتحته 3. سب كوستال انجل يعني انا اعتبر اول حته في الانتيرو ابدومينال وول صح؟ تبقى سبلايد بتي 7.
طيب والمنطقه بتاعت السيمفيسيس بيوبس دي سبلايد بمين؟ احنا لسه قايلين بال 1 اللي هو مين؟ اللي هو الايليو هايبوجاستريك، صح كده يا اولاد؟ تمام التمام. طب اللور 5 انتركوستال وسب كوستال دول هم ماشيين بيطلعوا لي برانشات على الجنب كده، عارفين فاكرين يا اولاد زي مين؟ زي لما كانوا بيعملوا في الثوركس كده، يطلعوا زي ما كانوا بيعملوا في الثوركس كده يطلعوا برانشات اسمها lateral cutaneous branches. هم في الثوركس اللور 5 انتركوستال دول والسب كوستال هيطلعوا برانشات برضو اسمهم ايه يا دكاتره؟ lateral cutaneous branches برضو، زي ما كانوا بيدوا اللاترال وول بتاع الثوركس كده هيدوا اللاترال وول بتاع الابدومين. ولما خرموا، انا قلت لك القصه اللي خرموها وجم قدام بقوا anterior cutaneous يدوا احساس لقدام. واضح يا ولاد؟ تمام التمام. كده احنا الحمد لله رب العالمين خلصنا مين يا دكاتره؟ خلصنا الايه؟ الليمفاتيك درينج والنيرف سبلاي. النهارده بقى ان شاء الله المفروض يعني ان احنا هنبدا في بوينت ثانيه يا دكاتره، اللي هي مين؟ اللي هي الباروتيد جلاند. ماشي يا ولاد؟ يبقى موضوع في منتهى الاهميه بالنسبه لنا اسمه باروتيد جلاند. قبل ما نبدا الباروتيد جلاند هنقول كده الباروتيد جلاند دي عباره عن ايه؟ هتلاقوها يا ولاد في اخر الكتاب، يعني هتلاقوها عند شابتر 4 كده. شابتر 4 هتلاقوا فيه الاورال كافيتي، وبعد الاورال كافيتي في الباروتيد جلاند. ماشي يا ولاد؟ تمام. الباروتيد جلاند بتاعتنا دي يا ولاد عباره عن ايه؟ قالوا دي اكبر سليفري جلاند. ايه المقصود بكلمه سليفري جلاند؟ بتسكريت سلايفا، يعني بتسكريت سكريشنز، سليفري سكريشنز اللي هي اللعاب جوه الماوث كافيتي. ماشي يا ولاد؟ فبالتالي بيعتبروها سليفري جلاند. بيقول لك دي لارجست سليفري جلاند، اكبر سليفري جلاند. ليه هي اكبر سليفري جلاند يا ترى؟ قالوا احنا عندنا تو جلاندز تانيين. جلاند تحت المانديبول اسمها سب مانديبولار سليفري جلاند، وجلاند تحت التنج اسمها سب لينجوال سليفري جلاند. يبقى انا عندي باروتيد جلاند، سب مانديبولار سليفري جلاند، وسب لينجوال. سب لينجوال يعني تحت التنج سليفري جلاند. حلو قوي. الباروتيد جلاند دي اكبر واحده فيهم. ماشي تمام التمام. قال لك يعني ايه كلمه باروتيد دي؟ باروتيد يعني ايه؟ بار اوتد، بار يعني بجوار، اوتد يعني الاذن، اي حاجه ريليتد للودن. فاكرين اوتيك جانجليون؟ اي حاجه ريليتد للاذن بيسموها اوتيك. فدي الجلاند اللي بجوار الاذن، بار اوتد. حلو قوي. شكلها ايه الجلاند دي؟ قالوا شكلها ويدج شيب. يعني ايه ويدج شيب؟ هرميه الشكل. ماشي. موجودة بين مين ومين؟ قالوا دي موجودة في الدبريشن اللي بتوين المكان الفاضي ده، اللي بتوين الريموس بتاع المانديبول والبروسيس اللي ورا دي اللي اسمها ماستويد بروسيس. يبقى لو دي كده الباروتيد جلاند، وراها الماستويد بروسيس، وقدامها او هي اوفرلابنج حتة كده من الريموس اوف ذا مانديبول. جميل قوي. قال لك تعالى بقى نشوف الاكستنشن بتاعها. يعني ايه كلمه اكستنشن؟ يعني هي ممتده ازاي؟ ممتده قدام لفين، وممتده ورا لفين، وممتده فوق لفين، وممتده تحت لفين. قال لك ممتده قدام لحد فوق العضله اللي موجوده على الانجل اوف ذا مانديبول اللي اسمها الماسيتر. كلنا لو جزينا على اسناننا قوي كده نلاقي في عضله ظهرت لنا كده على الجنب اسمها ماسيتر، صح؟ الباروتيد جلاند الانتيرير بوردر بتاعها واصل لحد فوق المسيح. طب اكستندنج ورا لحد فين؟ قالوا لحد العضله اللي ماسكه في الاندر سيرفيس بتاع الماستويد بروسيس اللي كان اسمها سترنو ماستويد ماسل. يبقى هي راجعه ورا لحد الاسترنو ماستويد ماسل. جميل. طالعه فوق لحد فين؟ قالوا لحد الليفل بتاع فتحه الاذن الخارجيه اكسترنال اوديتوري ميتس. جميل. طب وتحت ممتده لحد فين؟ لحد بوينت 2 سنتيمتر بيلو اند بيهايند الانجل اوف ذا مانديبول. يعني لو هنا عندي الانجل اوف ذا مانديبول هي ممتده 2 سنتيمتر قبل ورا الانجل اوف ذا مانديبول، بيلو اند بيهايند الانجل اوف ذا مانديبول.
ايه يا ترى اهميه ان انا كدكتور اعرف الاكستنشن بتاع الباروتيد جلاند؟ قالوا ان طول ما الباروتيد جلاند دي المفروض الاكستنشن بتاعها واصل قدام لحد هنا وواصل تحت لحد هنا وواصل ورا لحد الاسترنوماستويد وواصل فوق لحد الاكسترنال اوديتوري ميتس، انا حجمي طبيعي. طب لو كبرت عن كده دخلنا في ايه؟ باروتيد جلاند انلارجمنت. ايه اللي ممكن يكبر لي الباروتيد جلاند؟ طبعا مليون الف حاجه، اشهرها ايه يا دكاتره؟ اشهرها المامبس. ايه المامبس ده؟ فايرال انفكشن بيجي في الباروتيد جلاند ويكبر حجمها. يبقى انا كدكتور محتاج اعرف هي ممتده قدام لحد فين، ممتده ورا لحد فين، ممتده تحت فين، وممتده فوق فين. طبعا هي نورمال يا دكاتره بتبقى سوفت كده انكونسستنسي وانت ما تحسهاش على العيان. لو بدا الكونسستنسي بتاعها يتغير تبقى هارد انكونسستنسي، او انا بدات احسها، يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان بدا يحصل فيها باثولوجي، صح؟ تمام. قالوا باروتيد جلاند دي موجوده جوه فاشيا اسمها باروتيد فاشيا. ايه هي باروتيد فاشيا؟ قالوا عندنا فاشيا موجوده في النك يا دكاتره اسمها انفستنج لاير بتاع الديب سيرفايكال فاشيا. يبقى انا عندي فاشيا ديب فاشيا موجوده في النك اسمها ديب سيرفايكال فاشيا. الديب سيرفايكال فاشيا دي بتبعت لي اكستنشن كده فوق الباروتيد جلاند، ماشي يا ولاد؟ طبعا هو بيتقسم وليه قصه كده هقول لكم عليها ان شاء الله، بس يعني ايه للناس الشاطره جدا يعني، ماشي؟ الاكستنشن لما بتطلع كده تتقسم نصين، الانفستنج لاير بتاع الديب سيرفايكال بتاع الديب سيرفايكال فاشيا دي تتقسم نصين وتحوط الباروتيد جلاند، ماشي؟ فبالتالي يبقى الباروتيد جلاند دي ليها الفاشيا دي. الفاشيا دي عملت لما طلعت الباروتيد جلاند عملت فيها كبسول للباروتيد جلاند، ماشي؟ دي انهي لاير؟ لاير الضامه انفستنج. يعني ايه انفستنج؟ بتنفست كل الاستراكشرز اللي في النك، فاسمها انفستنج فاشيا بتاعه النك. تطلع فوق للباروتيد جلاند تتقسم قدامها ووراها كده وتانكلوز. مين الجلاند اللي باينه لي هنا دي لما العين رفع رقبته قوي كده؟ باروتيد جلاند وباروتيد جلاند، ماشي يا ولاد؟ تمام التمام. تعالى بقى كده، قال لك ده في ممكن الجلاند دي يبقى ليها كبسول تاني. الكبسول التاني ده يجي لها منين؟ من كوندنسيشن للتيشو اللي حوالين الباروتيد جلاند. يبقى ده اسمه ترو كبسول. انا عندي اتنين كبسول، واحد اسمه فولس كبسول اللي جاي منين يا دكاتره؟ اللي جاي من الانفستنج لاير بتاع الديب فاشيا، وواحد اسمه ترو كبسول ده من التيشو، كوندنسيشن للتيشو اللي حوالين الباروتيد جلاند. تعالى قول لي بقى الباروتيد جلاند دي اسمها بالعربي الغده النكفيه، تمام؟ ايه البارتس بتاعتها؟ قالوا ليها جزء كبير كده اللي انتم شايفينه ده يا دكاتره، ده اسمه مين بارت، ماشي؟ اللي هو السوبرفيشال بارت. طب معنى كلمه سوبرفيشال ان في جزء تاني ايه؟ ديب، صح كده؟ قالوا تمام. لو انا كده شايفين ده يا ولاد كده السوبرفيشال بارت، انا عامل ايه؟ قاطع الحته دي كده في المندبل وباصص عليها، الاقي ورا المندبل في جزء لف لي ورا كده، ماشي يا دكاتره؟ وعمل لي ديب بارت بتاع الباروتيد جلاند. يبقى ده السوبرفيشال بارت، في جزء لافف ورا ورا المانديبول من ورا اسمه ديب بارت بتاع الباروتيد جلاند، ماشي؟ يبقى السوبرفيشال بارت ده المين بارت، الجزء اللي لافف ورا ديب للمانديبول ده الديب بارت. قالوا في جزء كده صغير بيبقى اسمه اكسسوري بارت. هي الباروتيد جلاند دي اندوكراين جلاند ولا اكسوكراين جلاند؟ قالوا لا، دي بتسكريت سلايفا جوه الماوث كافيتي. هل هي بتسكريت هرمون في البلاد ستريم؟ لا، لو بتسكريت هرمون في البلاد ستريم كنا سميناها اندوكراين جلاند، وكان يبقى ليها دكت ولا ملهاش دكت؟ لو هي اندوكراين، الاندوكراين جلاندز دي دكتلس جلاندز ملهاش دكت، انما الاكسوكراين يعني بتطلع السكريشنز بتاعتها عن طريق دكت، فبالتالي طالع منها دكت. الدكت دي هتروح تعمل ايه؟ تفتح تخرم كده للتشيك بتاعتنا وتفتح جوه الماوس كافيتي، صح؟ عشان تسكريت السلايفا جوه الماوس كافيتي. قالوا الاقي على سطح الدكت دي يا دكاتره جزء كده اسمه اكسسوري بارت، ممكن الاقيه ممكن ما الاقيهوش، سمول بارت كده اسمه اكسسوري بارت من الباروتيد جلاند. يبقى ايه اجزائها؟ سوبرفيشال بارت اللي انا شايفه الكبير قوي ده، وجزء ورا المانديبول ديب بارت، وجزء صغير فوق الباروتيد دكت اسمه ايه يا دكاتره؟
اكسسوري بارت. تعالى هوريك ان شاء الله صوره جميله جدا للديب بارت بتاع الباروتيد جلاند. بص كده انا كده عامله ايه، قطعه كده المانديبول ده كده السوبرفيشال بارت، وجزء لافف لافف كده ورا، الجزء اللي لافف ورا المانديبول ده يبقى اسمه سوبرفيشال بارت ولا ديب بارت؟ ديب بارت. انما اللي بره ده اسمه ايه؟ سوبرفيشال بارت. امال فين الاكسسوري بارت؟ لو دي باروتيد دكت كده الاقي فيها جزء كده فوقها اسمه اكسسوري بارت. الحمد لله والشكر لله. تعالى بقى كده قول لي ايه الباروتيد جلاند اللي انت قلت لي عليها شكلها ويدج شيب؟ يعني ايه شكلها ويدج شيب؟ قلت لك عامله مخروطيه الشكل كده. بص بقى ركز معايا، ليها سيرفيس قدام اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره، اللي هو اللي انا شايفه على العيان ده اسمه لاترال سيرفيس، ماشي تمام التمام. وليها جزء فوق كده اسمه بيز، ده ممتد جوه كده اسمه بيز. انا كده عامل ايه؟ قاطع الباروتيد جلاند كده بالعرض، شايفين العمق اللي جوه ده، هي عميقه جوه كده ماشي. ليها جزء السيرفيس اللي انت شايفه قدام ده اسمه لاترال سيرفيس، وبعدين الجزء اللي فوق ده اسمه بيز، الجزء اللي فوق، والجزء اللي تحت ده اسمه ايبكس. حلو قوي، يبقى ليها بيز وليها ايبكس وليها اتنين سيرفيسز، شايفينهم الاتنين سيرفيسز دول؟ ده كده وش العيان صح؟ فين لاترال وفين ميديال في العيان ده؟ ده اللي ناحيتي ده لاترال صح؟ جوه دماغ العيان ده ميديال، يبقى السيرفيس المواجه لجوه ده اسمه ميديال سيرفيس، بيتقسم جزئين، جزء ميديال ناحيه قدام يبقى اسمه انتروميديال سيرفيس، وجزء ميديال ناحيه ورا اسمه بوستروميديال سيرفيس. يبقى سيرفيس ميديال بس ورا بوستروميديال سيرفيس، سيرفيس ميديال بس قدام انتروميديال سيرفيس، فوق في بيز تحت في ايبكس، سيرفيس انا شايفه لاترال سيرفيس. طب تعالى وريني البوردرز، البوردر اللي قدام ده يا دكاتره اللي انتوا شايفينه اللي طالع منه الجزء الاخضر ده، مين الجزء الاخضر ده؟ الباروتيد داكت، ده اسمه انتيريور بوردر. حلو جدا. وجزء ورا اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره اسمه بوستيريور بوردر. جميل جدا. والبوردر اللي جوه ده اللي فاصل الانتروميديال سيرفيس عن البوستروميديال سيرفيس اسمه ميديال بوردر. تعالى لما اوريه لك تاني قول لي كده ده انه سيرفيس؟ لاترال سيرفيس. اللي فوق دي مين؟ البيز اللي هو اللي انا قاطعها. اللي تحت مين؟ الايبكس. ده سيرفيس انترو ميديال. ميديال ليه؟ لانه ده اللاترال سيرفيس بتاعي جوه الميديال سيرفيس. ده بوسترو ميديال. حلو قوي، ده ميديال بوردر، ده انتيريور بوردر، ده بوستيريور بوردر. فهمتوها يا ولاد؟ تمام. تعالى بقى قول لي لو انا قاطع كات سيكشن كده في الباروتيد وباصص عليها من فوق، الاقي سيرفيس قدام لاترال سيرفيس، سيرفيس لجوه انترو ميديال، سيرفيس لبره انترو لاترال. تعالى كده بص لي على الرسمه اللي انا وريتها لك من شويه، بص لي كده السيرفيس ده، بص شايف ده كده؟ ده البوردر اللي اسمه انتيريور بوردر، اقدر اكبر اكمل الباروتيد كده. ده البوردر اللي اسمه بوستيريور بوردر، ده السيرفيس اللي اسمه لاترال سيرفيس. طب ادخل جوه، ده انتروميديال سيرفيس قدام بس ميديال، واللي ورا ده ميديال اهو لان ده اللاترال سيرفيس بتاع العيان، اللي ورا ده اسمه بوستروميديال سيرفيس. واضح يا ولاد؟ تمام. قالوا تعالوا بقى نبص على مين؟ نبص على الاندس بتاعه الباروتيد جلاند. قالوا الابر اند بتاعه الباروتيد جلاند بيطلع منها الثلاث ستراكشرز اللي انتوا شايفينهم دول اللي اسمهم تيمبورال. ايه هم يا ترى الاستراكشرز اللي اسمهم تيمبورال دول؟ قالوا ده في فين سمعنا عنه زمان كان اسمه سوبرفيشيال تيمبورال فين، وفي ارتري اسمه سوبرفيشيال تيمبورال ارتري، وفي نيرف اسمه اوريكيولو تيمبورال نيرف. يبقى ثلاثه ستراكشرز اسمهم تيمبورال، مترتبين الترتيبة اللي احنا عارفينها دايما. ايه هي فين؟ ايه فين دي؟ فين وارتري ونيرف. الفين هو مين؟ سوبرفيشال تيمبورال ارتري. الارتري هو مين؟ الفين هو مين؟ سوبرفيشال تيمبورال فين. ده تيمبورال برضه سوبرفيشال تيمبورال ارتري، وراهم النيرف اللي اسمه اوريكيولو تيمبورال نيرف. حلو قوي.
الثلاثه ستراكشرز دول ايه اللي طلعهم من فوق كده؟ قال لك ده الاوريجينو تمبورال نيرف ده رايح هيدي سنسوري سبلاي للباروتيد جلاند، فلازم يدخل جواها عشان يديها السنسوري سبلاي. تمام. طب والارتري ده اخباره ايه والفين ده اخباره ايه؟ الفين ده شايل فينوس درينج كده من السكالب، لو تسمعوا عنه لو تفتكروه زمان ايام ما كنا بناخد الهيد اند نيك سوبرفيشال تمبورال فين ده، وهيدخل جوه السبستانس بتاعه الباروتيد جلاند، وهيقابل فين كان ماشي بالعرض كده كان اسمه ماكزيلاري فين، ويعملوا فين ورا المندبل اسمه ريترو مانديبولار فين. يبقى تاني ده الارتري، الفين ده اللي مدخله ده سوبرفيشال تمبورال فين، هيقابل فين اسمه ماكزيلاري فين يعملوا فين اسمه سوبرفيشال تمبورال. حلو جدا. طيب وبعدين السوبرفيشال تمبورال ده يقول لك اتولد ومات جوه الباروتيد جلاند. ايه الكلمه دي؟ الفين اسفل اسمه ريترو مانديبولار، يعني اتولد ومات جوه الباروتيد جلاند دي. اتولد يعني اتكون بالماكزيلاري والسوبرفيشال تمبورال، ومات يعني اتكسر اتقسم. ماشي؟ اتقسم لبوستيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن جوه برضه الباروتيد جلاند. ماشي؟ ايه دليلك؟ قالوا ان البوستيريور ديفيجن والانتيريور ديفيجن بتوع الريترو مانديبولار فين دول ايمرجد من الانتيريور انجل بتاع الجلاند. يبقى تاني انت سوبرفيشال تمبورال فين ايه اللي مخليك تطلع كده من الابر من البيس كده من الابر اند بتاعت الجلاند؟ قالوا اصل انا راجع هقابل فين تاني اسمه ماكزيلاري، هعمل فين اسمه ريترو مانديبولار، اتقسم بوستيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن. وانت يا سوبرفيشال تمبورال ايه اللي مدخلك جوه الجلاند؟ قالوا ده انا اصلا برانش الارتري جاي من تحت لفوق والفين جاي من فوق لتحت. الارتري اللي جاي من تحت لفوق ده اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. قالوا ده اتقسم لبرانشين، برانش اسمه سوبرفيشال تمبورال وبرانش اسمه ماكزيلاري. ايه ده دول على اسامي الفينز؟ ايوه. يبقى الاكسترنال كاروتيد اتقسم لسوبرفيشال تمبورال وماكزيلاري، وانا اصلا اسمي سوبرفيشال تمبورال، فرايح اسبلاي مين؟ اسبلاي التمبل، منطقه التمبل اللي هي الايه؟ التمبورال ريجون. ماشي؟ فبالتالي اضطريت امشي جوه الباروتيد جلاند، ان انا جاي من الاكسترنال كاروتيد اللي في النك. حلو جدا. طب والنرف الثالث يا اوريكيرو تمبورال ايه اللي مطلعك من الابر بول؟ قالوا ده انا رايح ادي سنسوري سبلاي وهشيل بالمره عشان انا صاحب واجب، هشيل اوتونوميك سبلاي للباروتيد جلاند. ماشي الكلام؟ فبالتالي انا همشي نفس السكه. حلو جدا. تعالى بقى كلنا لو حطينا ايدينا كده قدام التريجس اوف ذا اير، عشان كل حاجه بنربطها بالكلينيكال ابلكيشن بتاعها. لو انا حاطط ايدي هنا كده الدكتور ده قدام التريجس اوف ذا اير بتاعي اقدر احس بالسيشن بتاع ارتري اسمه ايه؟ سوبرفيشال تمبورال ارتري. طب السوبرفيشال تمبورال اللي اتقسم ده اقدر احس برضه البالسيشنز بتاعته قدام الاثنين ارتري، الارتري اللي هو الاصلي السوبرفيشال تمبورال بذات نفسه النقطه الزرقاء دي والانتيريور ديفيجن بتاعه ده اقدر احس البالسيشن بتاعهم. عمري ما هنسى ابدا ان دول طالعين من الابر بوردر من الابر اند بتاع الباروتيد جلاند. يبقى الابر اند ثلاث حاجات اسمهم تمبورال، سوبرفيشال تمبورال فين، وهم فين سوبرفيشال تمبورال عشان نرتب المعلومات، سوبرفيشال تمبورال ارتري اوريجينو تمبورال نيرف. حلو قوي، ثلاث كلمات زي الفل، هم دول الثلاث كلمات اللي انا عايزاهم منك. طيب قالوا طب من اللور اند، من الاند اللي تحت دي هيطلع لي مين يا ترى؟ قالوا هيطلع اول حاجه، معلش انا بغير بس السهم ده، قالوا هيطلع اول حاجه يا دكاتره برانش خارج من نيرف موجود جوه الباروتيد جلاند اسمه فيشيال نيرف. ايه الحكايه دي؟ قالوا ده في نيرف كلنا سمعنا عنه اسمه فيشيال نيرف، ده الكرينيال نيرف رقم كام؟ رقم 7، كان بيخرج من فورامين ما بين الماستويد بروسيس والستايلويد بروسيس. كان اسمه ايه الفورامين ده؟ ستايلو ماستويد فورامين. اول ما اتزنق يا عيني كان مزنوق جدا في الستايلو ماستويد فورامين ده، يقول لك اول ما تتزنق بعد ما تتزنق تعمل ايه؟ تقول ربنا فرجها عليا اتصدق احمد ربنا، صح؟ هو عمل كده بعد ما اتزنق كده تصدق. قال اتصدق بايه؟ هب اتصدق بخمسه برانشز يروحوا الفيس يشغلوا الفيس، ده انا اسمي فيشيال صح؟
طب عشان تدخل الفيس ده في طوبه محطوطه لك اللي هي مين؟ الباروتيد جلاند. دخل جوه السبستانس بتاع الباروتيد جلاند من انو سيرفيس؟ بالبوستروميديال سيرفيس اللي جوه ده ميديال سيرفيس من البوستروميديال سيرفيس. دخل الباروتيد جلاند وتقسم للخمسه تيرمينال برانشز، وقلت لك حط ايدك على وشك، على جنب وشك كده، حط ايديك البالم بتاع ايدك على ودنك كده وطلع خمسه تيرمينال برانشز. اللي يطلع فوق توتو زوغ بدري مع سوسو. سمعت الجمله دي قبل كده؟ او بلاش توتو زوغ بدري، دي البرانش اللي طالع فوق طالع للتمبورال ريجون، ادي اصبعي فوق اهو، يبقى اسمه تمبورال. التاني رايح للزيجوماتيك ارش، اقدر احسه على وشي زيجوماتيك. التالت رايح للايه؟ لخدي، فاسمه بكل. الرابع حطه كده بحس بيه باصبعي على المانديبول، اسمه مانديبولار، واللي خارج من اللور اند سيرفال. احمدك يا رب. يبقى ده السيرفايكال برانش فيشيال يطلع لي منين؟ يطلع لي من اللور اند. حلو قوي. وبعدين قالوا والفين اللي قلت لك عليه من شويه اللي كان اسمه ايه دكاتره؟ ريترو مانديبولار ورا المانديبول، اللي اتقسم لكام ديفيجن؟ انتيريور بوستيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن. قوي في الهيدند نيك درسنا حاجه، قال لك ده في فين اسمه بوستيريور اوريكولار فين، بيقابل فين اسمه بوستيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار. طب والانتيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار بيقابل فين جاي من الفيس اسمه فيشيال فين، والاربعه يعملوا لي حرف الدبليو، ده دبليو شيب. ايه الدبليو شيب اللي موجود تحت الاير وتحت الباروتيد جلاند دي؟ قالوا بوستيريور اوريكولار فين اللي بيقابل البوستيريور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولار، انتيريور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولار اللي بيقابل الترانسفيرس فيشن. قلت لك فين مليان اسئله شفوي، يقول لك قول لي يا ابني فين بدا كفين واندد لايك ان ارتري، قول لي فين بدا كفين وخلص كارتري. ايه ده معقوله في حاجه كده؟ اه في فين بيبدا كفين لانه اللي هو مين؟ الريترو مانديبولار فين، لانه اتحاد ماكسيلري وسوبرفيشيال تمبورال، صح؟ دخل جوه الباروتيد جلاند خلص كارتري. عمرنا شفنا فين بيتقسم؟ لا يمكن. الفين دايما يجي له تريبيوتريز، ده فين اهو انتيرو فيشيال فين، يجي له تريبيوتريز، انما عمره ما يتقسم ابدا. ده فين عجبه اتقسم لتو ديفيجنز، عشان كده انا مش قادره اقول برانشز. يعني انا كان نفسي اقول برانشز، مش قادره اقول كلمه برانشز. ليه مش قادره اقول كلمه برانشز؟ لان دول ديفيجنز، ديفيجنز الفين اسمه ريترو مانديبولار فين، بوستيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن، وادي البوستيريور ديفيجن القصه اللي حكيناها والدبليو شيبد وهكذا. ماشي يا ولاد؟ تمام التمام. يبقى تاني نرجع مرجوعنا، مرجوعنا هو ايه؟ اللور اند بتاعه الباروتيد جلاند، خرج منها ثلاثه ستراكشرز. عايز انت فاهم كل حاجه، بس انا عايزاك تجمع المعلومات في دماغك بوينتس، طق طق طق. مين هما الثلاثه طق دول؟ سيرفايكال برانش بتاع الفيشيال، انتيرير ديفيجن بتاع الريترو مانديبولا، وبوستيريور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولا، خارجين من اللور اند، انما انا فاهم القصه كلها من اولها لاخرها. ماشي الكلام؟ تمام التمام. تعالى لي بقى، قال لك احنا كده خلصنا الابر اند واللور اند. الابر اند الثلاثه تمبورال، سوبرفيشال تمبورال فين، سوبرفيشال تمبورال ارتري، واوريكيلو تمبورال نيرف. اللور اند خرج منها ريترو مانديبولار فين. احمدك يا رب. تعالى لي للانتيريور بوردر، انا لسه قايله لك النيرف اللي كان دخل الباروتيد جراند اللي كان اسمه ايه؟ فيشيال. اتقسم لكام تيرمينال برانش؟ خمسه تيرمينال برانشز، رايح يتصدق بيهم على الفيس، يبقى لازم يعدي عشان يوصل من الاستالوماستيت فورامين للفيس، يعدي على الباروتيد جلاند، فالبرانشز تطلع من الانتيريور بوردر. حلو. يهمني للناس الشاطره ترتيب الاستراكشرز. ترتيب الاستراكشرز ايه؟ انا مش قايله لك الباروتيد داكت بتطلع من الانتيريور بوردر؟ ايوه. فوقها ارتري ماشي بالعرض اسمه ترانسفيرس فيشيال ارتري، يبقى احفظ لي الاستراكشرز دول كده فوق بعض. فاروت الضغط اللي الطالب العادي يقول الكلام، يقول الفايف تيرمينال برانشز بتوع الفيشيال طالع منهم تيمبورال وزيجوماتيك وبكل ومانديبولار وسيرفايكال، بس السيرفايكال بيطلع من اللور اند، والتيمبورال بيطلع منين؟ ناس بتقول لك من الابر اند وناس بتقول لك من الانتيريور بوردر، هنعتبره انتيريور بوردر. ماشي؟
يبقى تنجرال وزيجوماتيك وبكال ومانديبلر دول بيطلعوا منين؟ من الانتيريور بوردر. السيرفايكال بس هو اللي بيطلع منين؟ من اللور ان. ده الطالب العادي. ويقول باروتيد دكت وترانسفيرس فيشال ارت. الطالب الشاطر يرتب لي الاستراكشرز من فوق لتحت. من فوق لتحت ايه؟ تمبورال والبكر. ده للناس الشاطره قوي بيتقسم تو برانشز، ابر بكر ولور بكر. الابر بكر فوق واللور بكر تحت. وكمل بقى مانديبل. ماشي كده؟ يبقى تمبورال وزيجوماتيك وابر بكر ولور بكر ومانديبلر والايه، واخر واحد تحت هيبقى مين يا دكاتره؟ السيرفايكال. حلو جدا. يبقى احنا كده خلصنا الانتيريور بوردر. يطلع منه اربعه من الخمسه تيرمينال برانشز بتوع الفيشال نيرف، لان احنا خدنا واحد نازل تحت. جميل جدا. والدكت اللي اسمها باروتيد دكت والارتري اللي اسمه ترانسفيرس فيشال ارتري. تعالى للانتروميديال سيرفيس اللي انا قلت لك عليه من شويه، فاكره؟ اه ده. الانتروميديال سيرفيس زي ما انا كاتبه لك كده ريليتد للثلاثه ام. ايه الثلاثه ام دول؟ ريليتد للريمس اوف ذا ماندبل. ماشي الكلام؟ وريليتد لعضله على الريمس اوف ذا ماندبل من بره اسمها مسيتر. اسمها ايه دكاتره؟ مسيتر. وريليتد لعضله على الريمس من جوه اسمها ميديال تيريجويد. اسمها ايه يا ولاد؟ ميديال تيريجويد. يبقى مين هم الثلاثه ستراكشرز دول؟ ثلاثه ام. عضله على، فاكرين لما كنا بناخد المندبل عايزين نبص بصه كده في الهيدا النك، واحنا بناخد الباروتيد والاورال كافيتش الكلام ده، نطلع كتاب الهيدا النك كده ونستعين الذكريات. ريمس اوف ذا ماندبل، قلت لك الريمس ده لازق عليه عضله من بره زمان في العمل، لما كنا نلون لك الريمس من بره والريمس من جوه، واحنا بنلون الريمس من بره بنلون عضله اسمها مسيتر. الميرور ايمج بتاعها بالظبط اختها بالظبط هي مين؟ الميديال تريجويد. يبقى تاني الانتروميديال، ازاي ده انتروميديال؟ ده اهو ده لافف كده. سيرفيس بتاع الباروتيد جراند حاضن المندبل ريليتد للثلاثه ام، فالسيتر والمندبل ميديال تريجويد. احنا كده عاملين ايه؟ قاطعين بالعرض وباصين من فوق، فاهمين؟ شايفين الفيشيال نيرف اهو ماشي بالعرض. جميل جدا، روعه روعه. ليه؟ خارج من الاستيلوماستويد فورم، من هي انا قاطعه كده ماستويد بروسيس واللي جواها بشويه كده ستايلويد بروسيس، ودي ستايلوماستويد فورمن وخارج منه الفيشال نيرف اهو. دلوقتي بتكلم على البوسترومي الانتروميديال سيرفيس ريليتد ل 3 ام، هتحفظهم لي بالرسمه الروعه بتاعت الكتاب. طبعا احنا جايبينها من اطلس بس اختيار موفق ما شاء الله. من بره مسيتر الحلو بنقول عليه حلو، وفي النص ماندبل، ومن جوه ميديال تريكويد. جميل. تعالى لي اللاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس يعني ايه؟ يعني هتعمل عمليه. يعني ايه كلمه هتعمل عمليه دي؟ يعني هتفتح الباروتيد جلاند. قالوا لما تفتح الباروتيد جلاند، بالمناسبه بقى للناس اللي يعني المعلمين، تحب تفتح الباروتيد جلاند بالطول فيرتيكال انسيجن ولا تحب تفتحها بالعرض هوريزونتال انسيجن؟ لا احب افتحها بالعرض. ليه يا ترى؟ اصل برانشات الفيشيال نيرف ماشيه بالعرض. لو انا دكتور غشيم ومسكت المشرط وقطعت بالطول وجرحت واحد من برانشات الفيشيال نيرف، العيان يخرج من عمليه الباروتيد جي بايه يا دكاتره؟ بفيشيال بولس اللي شفناه السنه اللي فاتت، صح؟ العيان يحصل له فلاتنينج للنيزوليبيال فولد وانابيليتي ان هو يقفل عينيه ودريبلنج للسلايفا واكيوميليشن للفوت، كل عضلات الفيس باظت، صح كده؟ تمام التمام. يبقى لو انا جراح شاطر اعمل ايه؟ افتح هوريزونتال انسيجن، ما افتحش فيرتيكال انسيجن. طيب جميل، ده على الماشي كده ماشي. طيب لو فتحت فيرتيكال انسيجن هقطع كل برانشات الفيشال نيرف دي. طب فتحت انت بقى قابلت مين وانت بتفتح؟ قابلت سكين زي الفل، قابلت سوبرفيشيال فاشيا زي الفل عادي خالص. لا استنى، اصل السوبرفيشيال فاشيا دي ماشي فيها نيرف، كان بيديني نيرف سبلاي. قلت لك الحته الوحيده اللي في الفيس اللي مش واخده من، احنا عارفين احساس الفيس كله مش شال بمين؟ بترايجيمينال، ما عدا الجزء اللي موجود على الانجل اوف ذا ماندبل ده، فاكرين الكلام ده؟ كان واخد من سيرفايكال نيرف. ايه ده معقول يعني مش كرينيال نيرف؟ لا سباينال نيرف عادي، سيرفايكال نيرف كان اسمه سي 2 وسي 3. قلت لك تطلع الهيدا النك وتراجع معلوماتك كده ترفرش الكلام في دماغك، اللي هو يعني برانش الماسكولو سكيليتال، او شوفوا انت عملت ايه. ماسكولو سكيليتال 2 ماشي. قالوا ده عليه نيرف اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره
اسمه جريت اوريكولار نيرف، كان بيسبلاي الحته اللي عند الانجل اوف ذا ماندبل. طب ما الانجل اوف ذا ماندبل ده انا قايله لك امتداد الباروتيد جلاند لحد الانتيرو بوردر بتاع المسيتر، يعني او اوفرلابنج جزء من المسيتر، يبقى الجزء ده معايا صح؟ يبقى ده الجريت اوريكولار نيرف. ماشي، رايح اهو شايفين سبلاينج جزء كبير من الاوريكل، اصله جريت اوريكولار. حلو، وبعدين وانت ماسك المشرط وبتفتح قالوا قابلت لينف نودز اسمها باروتيد لينف نودز. جميل، طب ايه المشكله يعني باروتيد لينف نودز دي ايه ملك؟ يعني ادي سطح الباروتيد وعليه باروتيد لينف نودز، وادي النرف اللي اسمه جريت اوريكولار نرف، وادي الفاشيه اللي عليها اللي قلت لك انفستنج لاير بتاعت الدي فاشيه بتاعت النك جت وعملت لها كبسول. فولس كبسول ولا ترو كبسول للناس الشاطره قوي؟ فولس كبسول. الترو كبسول من كوندنسيشن للتيشوز اللي حواليها. جميل جدا. قال لك طب ايه مشكله الليمف نود؟ لا مشكلتها كبيره. ليه؟ العيان هيجي لك بسويلنج عند منطقه الباروتيد، وانت تسال نفسك، لازم اسال نفسي يا ترى السويلنج ده باروتيد سويلنج ولا ليمف نود سويلنج؟ ليه ليمف نود سويلنج؟ اصلي عندي ليمف نود. عشان كده بقول لك ما تنساش ده طب، الحاجه اللي بقول لك ما تنساهاش دي طب، الطب ما ينفعش يتنسي، واضح؟ انما الاناتومي ينفع يتنسي ونذاكره تاني لحد ما نثبته في دماغنا، انما الطب لا. تمام؟ قالوا، وطبعا الاناتومي كله طب. ماشي؟ طيب قالوا افرق ازاي باروتيد سويلنج يا ترى من الليمف نود سويلنج؟ قالوا اول حاجه الليمف نودز يا دكاتره بالاكزامينيشن لما احسها الاقيها سليبري، بتجري من تحت ايدي زي ما تكون بليه صغيره كده، لو حد حس الاحساس ده في الكلينيكال قبل كده. ماشي يا اولاد؟ تاني حاجه الباروتيد جلاند سويلنج فيه صفه مميزه جدا جدا جدا، انا مش قايل لك الباروتيد جلاند دي بتوصل لحد الاكسترنال اوديتوري ميتس، وعشان كده للناس الشاطره قوي 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 الباروتيد سويلنج بيبقى معاه ديفيكولتي في الماستيكيشن. العيان بيشتكي ان هو مش عارف يندب كويس. ليه؟ اصل الباروتيد سويلنج ده بيأثر على الجوينت اللي اسمه تمبروماندبلر جوينت، ده انا واصل لحد الاكسترنال اوديتوري ميتس يعني معدي على الجوينت، صح كده؟ تمام التمام. يبقى بالراحه كده باروتيد الليمف نود سويلنج ده سليبري. الباروتيد سويلنج ببصه واحده على العيان الاقي حاجه مميزه جدا اللي هي اليفيشن لللوبيول اوف ذا نيرف. كل جراحين العالم لو سالته انا يا دكتوره عندي سويلنج قدام الايه قدام الاير، يا ترى ده باروتيد جراند سويلنج ولا ليمف نود سويلنج؟ هيقول لك والله لو بيليفيت اللوبيول اوف ذا اير اعرف ان هو اعرف ان هو باروتيد جراند سويلنج، لو لا يبقى ليمف نود سويلنج. تمام. طب العيان بيشتكي بسيمتومز بتاع الباروتيد جراند سويلنج وبتاع الليمف نود سويلنج، بيشتكي بسيمتومز بتاع الليمف نود سويلنج، بيشتكي من ايه؟ بقه ضرس مسوس، عنده قرحه، عنده مش عارف ايه في لسانه، صح؟ تمام التمام. الباروتيد جلاند سويرنج لا، ده عيان جاله مامب زي ما قلت لك، طبعا ممكن يبقى تيومر ممكن يبقى اي حاجه، بس جاله فيرال انفكشن وجاله دور برد وجاله الكلام ده كله، صح؟ تمام التمام. قال لك تعالى لي بقى كده، العيان بيحس بالم في الباروتيد جلاند امتى؟ لما يجي ياكل او يبقى نفسه ياكل. ايه او يبقى نفسه ياكل دي؟ مجرد ما انا بستعد، لو انا قعدت اقول لك ده في اكل كباب هايله هتاكلها كده وتتمزج بيها وريحه الشوي، ايه اللي حصل دلوقتي؟ فري اكل جري. يعني ايه ري جري دي؟ يعني الباروتيد جلاند بدات تسكريت سلايفا بمجرد ما انا جبت سيره الاكل، بتستعد ما شاء الله استعداد يعني من بدري قوي. ماشي؟ فالعيان كل ما تيجي سيره الاكل او كل ما يبدا ياكل او الكلام ده كله يحس بالبين. ليه بيحس بالبين للناس المعلمين؟ المعلمين ليه بيحس بالبين؟ اصل جواها الباروتيد جلاند دي انكلوزد فاشيا. مين الفاشيا اللي هي انكلوزد بيها يا دكاتره؟ الديب سيرفايكال فاشيا، صح؟ زنقاها في مكانها. فلما تكبر الباروتيد جلاند العيان يحس بالالم. ليه؟ لانها مزنوقه جوه الفاشيه دي. شايفينها مزنوقه ازاي؟ مزنوقه جوه الفاشيه، متكتفه جوه الفاشيه. فلما يبدا السلايفه تبقى سكريتد فيها كتير وهي متكتفه جوه الفاشيه واوريدي كبيره واوريدي انفليمد، يبدا العيان يحس بالوجع. واضح يا اولاد؟ يبقى هي انفليمد ومزنوقه باروتايتس، التهاب في الباروتيد جلاند، ده ايه؟ ده بينفول. عشان كده جميل، نرجع مرجوعنا. ايه مرجوعنا؟ لترانسفيرس ريليتد لايه؟ ثلاث حاجات، سكين سوبرفيشال فاشيا كلام عادي خالص،
دي فاشيال، هي الانفستنج فاشيا بتاعنا، قال لك ده عليها نيرف اسمه جريت اوريكولار نيرف، وعليها لينف نودز اسمها باروتيد لينف نود، ان شاء الله عمرنا ما هننسى. تعالى لي بقى للبوسترو ميديال سيرفيس. ايه البوسترو ميديال سيرفيس ده؟ انا مش قايله لك يا ابني عندنا اتنين سيرفيسز، انترو ميديال سيرفيس اللي حاضن الثلاثه ام، الميديال تريبويد والماندبل والماسيتر، وبوسترو ميديال سيرفيس اللي ورا ده. البوسترو ميديال سيرفيس ده رايح فين يا دكاتره؟ قالوا ده رايح ورا عند الفارينكس كده. بص اوريك منظر جميل قوي، بص كده، دي الباروتيد جلاند صح، ليها بيز وليها لاترال سيرفيس وليها السيرفيس ده اللي اسمه بوسترو اللي اسمه انترو ميديال، وليها السيرفيس ده اللي اسمه بوسترو ميديال، وليها البوردر ده اللي اسمه ميديال بوردر. البوسترو ميديال سيرفيس ده، السيرفيس اللي هنا ده اللي انا بشاور لك عليه ده، البوسترو ميديال سيرفيس ده ريليتد لمين يا ترى؟ قالوا ده ريليتد لايه؟ لثلاثة ستراكشر زي ما انا كاتبه لك. انا عارفه الكتاب مكتوب فيه ايه، بس انا عايزاك تكتب كده بايدك. البوسترو ميديال سيرفيس ريليتد لماستويد بالحاجات الماسكه فيها، ستايلويد بالحاجات الماسكه فيها، وكاروتيد شيل. ماشي، ايه بقى ماستويد بالحاجات الماسكه فيها، ستايلويد بالحاجات الماسكه فيها، وكاروتيد شيل فيها؟ قالوا الماستويد بروسيس اللي كانت ورا دي، قالوا دي ماسك فيها عضله من اللاترال سيرفيس وعضله من الميديال سيرفيس. مين اللي كانت ماسكه فيها يا دكاتره؟ قالوا عضله اسمها ستيرنوماستويد وعضله اسمها بوستيريور بيلي اوف دايجستريك. يبقى ستيرنوماستويد وبوستيريور بيلي اوف دايجستريك معانا، تمام التمام. كان في عندي عضله اسمها دايجستريك، كان ليها انتيريور بيلي من قدام من الماندبل من الدايجستريك فصه، وليها بيلي من ورا من الماستويد بروسيس من طالع من حاجه اسمها دايجستريك نوتش كده على الاندر سيرفيس بتاع الماستويد بروسيس. يبقى ده posterior belly of digastric ودي mastoid cross. يبقى انت هتحفظ عشان ترتب المعلومات في دماغك. الماستويد بالعضلات اللي ماسكه فيها، مين العضلات اللي ماسكه فيها؟ sternomastoid، والعضله اللي اسمها ايه يا دكاتره؟ posterior belly of digastric. الحاجه الثانيه styloid. ايه الستايلويد دي؟ styloid process بالحاجات اللي ماسكه فيها. ايه الحاجات اللي ماسكه فيها؟ دي العضله اللي انتم شايفينها اللي جايه من الستايلويد بروسيس ورايحه العظمه اللي شكلها يو شيبد كده زي الهايوس. هايوس يعني حرف اليو باللاتيني، اسمها هايويد بون، اويد شبه الهايوس اسمها هايويد بون، اسمها ستايلو هايويد. حلو جدا. قالوا ايه تاني يا ترى؟ قالوا والليجامنتس اللي ماسكه في الستايلويد بروسيس، اي حاجه بقى، ستايلو مانديبولار ليجامنت، ستايلو هايويد، وات ايفر. ماشي يا اولاد؟ تمام التمام. يبقى الستايلويد بالستراكشرز اللي ماسكه فيها ستايلويد اباريتس، الماستويد بالستراكشرز اللي ماسكه فيها اللي هم بوستيريور بيلي اوف دايجستريك وسترنو ماستويد، والكاروتيد شيز. ايه الكاروتيد شيز ده؟ ده فين اسمه انترنال جاجولار فين، نرجع بالذاكره، وارتري اسمه انترنال كاروتيد ارتري، وبينهم اربعه كرينيال نيرفز، اللاست فور كرينيال نيرفز. يبقى تاني بتاع الباروتيد جلاند ريليتد لمين؟ قالوا ريليتد للستايلويد والستراكشرز اللي ماسكه فيها، ماسلز وليجامنتس. ريليتد للماستويد والعضلات اللي ماسكه فيها، انا شلت عضله من على الوش كده وبقي لي عضله تحت، مين العضله اللي تحت؟ البوستيريور بيلي اوف دايجستريك. حلو جدا. قالوا بعدين، وبعدين الارتري ده والفين ده والنيرفات دي، دول اسمهم ايه؟ internal jugular vein, external carotid artery, well lost for cranial nerves. يبقى تاني هتحفظ نفسك في بوينت واحده، انا عايزه تفهم كويس جدا جدا جدا، انما تيجي تحفظ بولت كده، بولت تبقى حافظها كويس جدا. ايه البولت بتاعت البوستروميديال سيرفيس؟ قالوا ماستويد بالعضلات اللي ماسكه فيها، ستايلويد بالعضلات اللي ماسكه فيها، وكاروتيد شيت، وانا الحمد لله عارفهم كلهم. حلو جدا. يبقى البوستر ميديال سيرفيس ده ريليتد للاستراكشرز دي، جميل قوي. وده خطرته لو جه باروتيد تيومر ولا حاجه، اخاف على الاستراكشرز اللي موجوده هنا دي، تمام؟ طيب قالوا البوستر ميديال سيرفيس ده يا دكاتره بيدخل منه للباروتيد جلاند تو ستراكشرز، مين هم؟ قالوا النيرف ده اللي اسمه فيشيال نيرف يدخل الباروتيد جلاند، القصه اللي حكيتها لك، بعد ستايلو ماستويد فورامين يلاقي اقرب سيرفيس ليه هو مين؟ هو البوسترو ميديال سيرفيس.
فيدخل منه باروتيد جلاند. بص المنظر ده شايف ده ايه؟ ده الفيشيال نيرف صح، دخل جوه الباروتيد جلاند اهو واتقسم للبرانشات بتاعته. انا واخد كات سيكشن زي ما قلت لك تمام. قالوا دخل من انه سيرفيس؟ السيرفيس ده البوستروميديال سيرفيس، خرم البوستروميديال سيرفيس ودخل. جميل. وبعدين مين تاني هيدخل الجلاند من البوستروميديال سيرفيس ده؟ قالوا الارتري اللي انتوا شايفينه ده اللي اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. معقوله هو الاكسترنال كاروتيد ارتري ده هيدخل جوه الباروتيد جلاند؟ الباروتيد جلاند هو انا قطعاها الاكسترنال كاروتيد ده. قالوا ايوه ده هيدخل جوه الجلاند ويتقسم البرانشات اللي انا قلت لك عليها من شويه، السوبرفيشيال تمبورال والماكسيلري. يدخل من انهي سيرفيس؟ من البوستروميديال سيرفيس. واضح يا ولاد؟ تمام. تعالى كده بص لي على الرسمه الروعه بتاعت الكتاب دي ماشي. قالوا ده في ارتري اهو، اسمه ايه الارتري ده؟ اكسترنال كاروتيد ارتري. يدخل الجلاند من البوستروميديال سيرفيس، وفي نيرف اسمه فيشيال نيرف يدخل الجلاند من البوستروميديال سيرفيس، وده يتقسم الخمسه تيرمينال برانشز والقصه، والايه والاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هيتقسم لاثنين، السوبرفيشيال تمبورال اللي طالع فوق والماكسيلاري اللي ماشي بالعرض. احمدك يا رب واشكر فضلك. في كده مشاكل يا ولاد؟ فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ تعالى نسمرايز كده بسرعه جدا 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 ماشي. تعالي لي. قال لك الابر اند حفظ بس، سوبرفيشيال تمبورال فين، سوبرفيشيال تمبورال ارتري، اوريكيولو تمبورال نيرف. الفهم انا فاهمه كويس جدا ماشي. تعالي لي. اللور اند راحت فين؟ لور اند سيرفايكال برانش اوفيشال والريترو مانديبولار بالتو ديفيجنز بتوعه، بوستيرور ديفيجن وانتيرور ديفيجن. جميل. انتيرور بوردر الخمسه تيرمينال برانشز يطلع منهم اربعه لان الخامس سيرفايكال طلع من اللور اند، والباروتيد دكت والترانسفيرس فيشال ارتري. جميل جدا. انتروميديال سيرفيس 3 ام، الانتروميديال 3 ام مسيتر ماندبل ميديال تريجويد. احمدك يا رب. لاترال سيرفيس هعمل عمليه سكين سوبرفيشال فاشيا، خلي بالك فيها جريت اوريكولار نيرف. لينف نودس مهمه لا يمكن ان شاء الله نساها، باروتيد لينف نودس عشان الحكي اللي حكيناه. بوستروميديال سيرفيس عظمتين وجيب، الحاجات اللي ماسكه فيها ماشي. العظمتين هم مين؟ الستايلويد والماستويد بالعضلات الماسكه فيهم، والشيث اللي بينهم كاروتيد شيث اللي هو عباره عن انترنال كاروتيد ارتري، انترنال شاجيلار فين، واللاست فور كرينيال نيرفز. احمدك يا رب واشكر فضلك. الاستراكشرز اللي داخله البوستروميديال سيرفيس هم مين؟ الفيشيال نيرف لان ده اقرب حاجه ليه للستايلوماستويد فورامين، والاكسترنال كاروتيد ارتري لانه هيدخل من جوه. انا عندي كومن كاروتيد اتقسم اكسترنال وانترنال، الاكسترنال اللي ماشي قدام الانترنال اللي ماشي ورا، الاكسترنال يدخل جوه السبستانس بتاعت الباروتيد جلاند ويتقسم لسوبرفيشال تمبورال وماكسيلاري. احمدك يا رب. تعالى بقى بعد ما جمعت انت المعلومات القمر دي قول لي ايه هي الاستراكشرز اللي جوه انسايد الباروتيد جلاند. يعني ايه استراكشرز انسايد ذا باروتيد جلاند؟ يعني يا خوف يا جراح لحسن وانت بتعمل عمليه تلطش لي حاجه من الاستراكشرز دي، يا خوف يا خوف يا خوف. طب طالما يا خوف يا خوف يا خوف كده، ربنا سبحان الله حامي الاستراكشرز دي بترتيب اهميتها. افهم الكلام اللي بقوله لك وزنه ذهب. يعني ايه بترتيب اهميتها؟ يقول لك اكتر استراكشر، بص بقى الدلع، سوبرفيشيال هو الفيشيال تمام. يعني ايه الكلام ده؟ اكتر استراكشر سوبرفيشيال في الباروتيد جلاند هو الفيشيال. طب ليه انا كده زعلان؟ يعني الدكتور لو جه يعمل عمليه سهل يقطع الفيشيال نيرف، مش احسن ما يقطع ارتري ولا فين وتقعد تنزل لحد ما تموت؟ هو مين اهم؟ الاهم ان انا افضل عايش صح. فبالتالي ربنا حاطط الارتري، ركز معايا، اللي جوه الباروتيد جلاند ده اللي اسمه ايه الارتري ده يا دكاتره؟ قال لك احنا اتفقنا ان احنا عندنا ثلاثه ستراكشرز جوه الباروتيد جلاند. مين هم؟ الارتري ده اللي اسمه سوبرفيشيال تمبورال اللي هيقابل الماكسيلاري صح؟ الاثنين دول برانشات، هم مش هيقابلوا، هو الاثنين دول برانشات للاكسترنال كاروتيد.
يبقى عندي السوبرفيشال تمبورال ارتري ده ايه؟ ده ديبست ستراكشر ماشي يا ولاد، والفين اللي اسمه ريترو مانديبولار فين ده سوبرفيشال لي، واكتر واحد سوبرفيشال هو النيرف اللي اسمه ايه؟ فيشال نيرف. يبقى تعالى بص لي كده على الثلاثة ستراكشرز، تعالى نبص عليهم. ده النيرف اللي اسمه ايه دكاتره؟ فيشال نيرف، اكتر واحد سوبرفيشال، شايفه ده كده اللاترال سيرفيس اكتر واحد سوبرفيشال كده، قطع الباروتيد جراند كده بالعرض، وبعدين وراها الفين، وبعدين وراها الارتري. ماشي يا ولاد؟ تمام التمام. اتكلم لي بقى بمعلوماتك دي اللي انت عارفها سريعا جدا عن كل حاجه، يعني اتكلم لي دي. الفيشال نيرف اول حاجه بيدخل الباروتيد جراند من انهي سيرفيس؟ ده بوستروميديال سيرفيس. جميل. يمشي جوه الجلاند ازاي؟ سوبرفيشال للفين، وبعدين اخر حاجه الارض. يعمل ايه جوه الجلاند؟ يمشي فيها لحد ما يوصل للانتيرور بوردر. اول ما الانتيرور بوردر يجي ايه اللي يحصل من الانتيرور بوردر؟ يمرج، هو يتقسم جوه الجلاند لخمسه تيرمينال برانشز، اساميهم ايه؟ تمبورال وزيجوماتيك وبكال ومانديبولار وسيرفايكال. طالعين ازاي من باروتيد جلاند؟ اقدر اوصف للصبح، انا خلاص عارف كل المعلومات. ده في باروتيد دكت، وفي ترانسفيرس فيشيال ارتري، وفوقه ابر بكتل وتحته ابر بكتل، وفوق في تمبورال، وتحت في سيرفيكال بيمرج من اللور اند، وتحت زيجوماتيك صح ومانديبولار للصبح، فوق قصدي زيجوماتيك وتحت مانديبولار. كل المعلومات دي اقدر اقولها للصبح. ليه اقدر اقولها للصبح؟ لان انا فاهم الدنيا مترتبه ازاي. جميل جدا. طب تعالى كلمني عن الريترو مانديبولار فين ده، اخباره ايه؟ قالوا ده عباره عن اتحاد السوبرفيشال تمبورال والماكسيلري، وبعدين بيتقسم بيتولد جوه الباروتيد جلاند، وبعدين بيتقسم لتو ديفيجنز، بوستيرور ديفيجن وانتيرور ديفيجن، والانتيرور ديفيجن ده بيجوين الانتيرور فيشال، والبوستيرور ديفيجن لو انتيرور فيشال فين صح، والبوستيرور ديفيجن بيجوين البوستيرور اوريكولار فين. الفيلم اللي احنا عاملين نحكي من الصبح. طب كلمني عن الاكسترنال باروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري قالوا ده الاكسترنال كاروتيد ارتري ايه؟ دخل واتقسم جوه الجلاند لسوبرفيشال تمبورال وماكسيلري صح؟ وبعدين الاكسترنال كاروتيد ده دخل الجلاند ازاي؟ عن طريق البوستروميديال سيرفيس واتقسم. يبقى انا اقدر اقول معلومات للصبح. ماشي؟ جبت منين المعلومات اللي الصبح دي؟ لان انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. واضح يا ولاد؟ تمام التمام. تعالى بقى كده قول لي الارتيريال سبلاي بتاع الباروتيد جلاند والفينوس درينج بتاعها. الارتيريال سبلاي من الارتري اللي ماشي جواها اكسترنال كاروتيد اتفقنا اتقسم ماكسيلري واتقسم سوبرفيشال تمبورال. السوبرفيشال تمبورال ده ماشي وزن ذا سبستانس اوف ذا باروتيد جلاند وهيطلع من الابر اند، يبقى ده ارتيريال سبلاي. طب قول لي الفينوس درينج، الفين اللي اسمه ريترو مانديبولار فين اللي قلت لك ده اتولد واتقسم جوه الباروتيد جلاند صح كده؟ تمام التاني. اللي بيصب بعد كده في مين؟ في الاكسترنال جاجلر. طيب تعالى بعد كده قول لي ايه حاجه عن الباروتيد دكت. ايه الباروتيد دكت دي؟ دي عباره عن دكت خارجه من الباروتيد جلاند. خارجه من انهي حته للناس الشطار؟ الانتيرور بوردر. قال لك طولها قد ايه؟ طولها 5 سم. موجوده فين في وش دي؟ موجوده تحت الزيجوماتيك. لو بصينا كده قالوا هلاقي تحت الزيجوماتيك ارش الايه؟ الدكت اللي اسمها باروتيد دكت. ماشي يا ولاد؟ تمام. ركز في الرسمه الجايه. فكده الزيجوماتيك ارش هي تحت الباروتيد، تحت الزيجوماتيك ارش. تحته بقد ايه؟ 1 فينجر بريدث، يعني كاني حاطه اصبعي هنا كده 1 فينجر بريدث تحت الزيجوماتيك ارش الاقي الباروتيد دكت الخضراء دي السوداء. الاقي الباروتيد دكت دي طالعه. طب بعد ما طلعت من الانتيريور بوردر عملت ايه؟ قالوا مشيت على العضله اللي انتم شايفينها دي، اللي قلت لك لما تجز على سنانك تحسها. الناس الشاطره قوي تقدر تدس على اسنانها وترول كده الضغط بتاعه الباروتيد جلاند على المسيتر. معقوله؟ بيقدروا يعملوا كده ليه؟ اصلها ثيك وول، الوول بتاعها تخين، ونارو اليومن، اليومن بتاعها ضيق. ماشي؟ طولها قد ايه؟ طولها 5 سم. بتطلع منين؟ الانتيريور بوردر بتاع الباروتيد جلاند. 1 فينجر بريد تحت مين؟ تحت الزيجوماتيك ارش. حلو قوي. الباروتيد الضغط دي عايزه ايه؟ عايزه تدخل الماوس عشان تسبلاي السلايفا اللي بتصنع في باروتيد جلاند دي تدخلها جوه الماوس. قالوا تمام التمام. تعمل ايه بقى؟ قالوا تمشي بالعرض على المسيتر، وبعدين هتقابل هنا ستراكشرز كتيره قوي لازم تكرمها. تقابل مين؟ قالوا تقابل العضله اللي هنا اللي اسمها باكسينيتور.
العضله اللي اسمها باكسينيتور دي، دكاتره دي الضغط اهي ماشي، رايحه لقت عضله اسمها باكسينيتور، العضله اسمها باكسينيتور دي في فوقها فاشيا اسمها باكو فارنجيال فاشيا، اسمها ايه دكاتره؟ باكو فارنجيال فاشيا، وتحتها اسفه يا اولاد معلش، فوقها الباكو فارنجيال فاشيا تمام، اللي هي لونها اخضر دي تمام. فوق الباكو فارنجيال فاشيا في حاجه كده عامله لنا خدنا المقلبس ده اسمها بكال بادوفيت ماشي. طيب تحت الباكسينيتور ماسل في ميوكس ميمبرين اسمه بكال ميوكس ميمبرين. تعالى بقى قول لي كده الضغط دي هتخرم استراكشرز كده بالترتيب عشان تدخل جوه الايه الماوث. قالوا اول حاجه هتخرم البكال بادوفيت، وبعدين تخرم باكو فارنجيال فاشيا، كل حاجه اسمها باك 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 البيدوفيت باك سينيتور باك فارنجيا الفاشيا باك سينيتور مصر باك الميوكس ميمبرين ماشي. كل حاجه اسمها باك، خرمت الباك البيدوفيت، خرمت الباك فارنجيا الفاشيا، خرمت الباك سينيتور مصر، وخرمت الايه الباك الميوكس ميمبرين صح. ودخلت تدخل فين بقى يا ترى؟ قالوا تدخل اوبوزيت الابر سكند مولر توث. يعني ايه؟ ضروسنا عباره عن ثلاث ضروس، فيرست مولر يعني اول ضرس، سكند مولر ثاني ضرس، ثيرد مولر ثالث ضرس، هي قصاد الابر سكند مولر توث فاتحه في مكان اسمه الفيستيبيول اوف ذا ماوس. ايه المقصود بالفيستيبيول اوف ذا ماوس؟ ده المكان يا دكاتره بتاع الفم اللي هو ما بين التيث وما بين التشيك، يعني ما بين التشيك بتاعتنا من جوه المكان، عارفين لما بدخل فرشه سناني ما بين اسناني وما بين خدي من جوه، ده اسمه فيستيبيول. يبقى هي بتفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوس. امال ايه اللي جوه ده؟ ده اسمه ماوس كافيتي بروبر، اللي هو بقي الاصلي اللي جوه، اللي لو قفلت التيث يبقى موجود جوه، ده اسمه ماوس كافيتي بروبر. اللي بره ده اسمه فيستيبيول، هي اوبوزيت الابر سكند مولر توث ماشي الكلام. طيب اسمها ايه الضغط دي يا دكاتره؟ اسمها باروت الضغط، او اسمها على اسم الراجل اللي اكتشفها اسمها ستينسنز ضغط. تفتح، وده سؤال شفوي وشهير جدا، فين؟ في الابر سكند مولر توث ماشي يا اولاد. تعالى كده افتح بقك قدام المرايه النهارده كده وجرب، هتلاقي اوبوزيت ضرسك اللي فوق الابر سكند مولر توث في الفيستيبيول اوف ذا ماوث الاقي فتحه كده. ايه الفتحه دي يا ترى؟ بس تقرب قوي 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 من المرايه ماشي، دي فتحه الباروتيد دكت ماشي يا اولاد. تمام التاني قالوا تعالى اعمل لي سيرفيس اناتومي الباروتيد دكت. انت مش قلت لي ان هي بتخرج من الانتيريور بوردر بتاع الباروتيد جلاند؟ ايوه. ومش قلت لي ان هي بتوصل تخرم تمشي على سطح المسيتر وتخرم البكه البادوفات والبكه فارنجيا الفاشيا والباكسينيتور ماسل والبكه الميوكس ممبرين؟ ايوه. طيب قالوا هل الباروتيد جلاند دي اشوفها على وش العيان كان مكانها فين؟ قالوا وصل ما بين نقطتين، مين هما النقطتين دول؟ لازم يكون نقطتين على وش العيان اقدر اشوفهم. نقطه عند التريجس اوف ذا اير، ايه التريجس؟ عارفين القرقوشه اللي هنا دي كده يا دكاتره اسمها تريجس اوف ذا اير. نقطه عند التريجس اوف ذا اير، ونقطه ميد واي متوسطه ما بين الايلا اوف ذا نوز، الجزء ده كده اسمه ايلا اوف ذا نوز، والانجل اوف ذا ماوس. يبقى تاني وصل ما بين نقطتين، لازم النقطتين دول اشوفهم على وش العيان، ما اقدرش اقول لك حط لي نقطه عند الانتير بوردر بتاع مثلا العضله الفلانيه، ما اشوفهاش العضله دي على العيان غير لو كانت بتتحسن. يبقى حط نقطه عند التريجس اوف ذا اير، حط نقطه ميد واي بين الايلا اوف ذا ماوس، بين الايلا اوف ذا نوز والانجل اوف ذا ماوس، ده اسمه الانجل اوف ذا ماوس، زاويه الفم. وصل ما بين النقطتين دول الميدل ثيرد بتاع الخط ده، الهوريزونتال لاين ده، ده مكان الباروتيد دكت. عشان كده قلت لك بص على سنانك قوي ورول بايدك الباروتيد دكت، لانها طولها 5 سم، لانها ثيك وولد، حسها وان فينجر بريث تحت الزيجوماتيك ارش للناس الشاطره ماشي. تعالى بقى اعمل لي سيرفيس اناتومي للباروتيد جلاند نفسها. ايه السيرفيس اناتومي ده؟ يعني نقط تحطها على العيان تقدر تعرف منها الباروتيد جلاند دي موجوده فين. قالوا حط نقطه على الماستويد بروسيس، اقدر احسها على العيان؟ ايوه. وحط نقطه على التريجس بتاع الاوريكل، اللي هي الحته اللي انا قلت لك طالعه دي بتمثل الهيد اوف ذا ماندبل ماشي.
وحط نقطة عند الميدل بتاع المسيتر، بخلي عيني بص على اسنانه قوي كده واشوف المسيتر، وحط نقطة عند الميدل بتاع المسيتر، وحط نقطة 2 سنتي بلو اند بيهايند الانجل اوف ذا مانديبل. حد سمعني بقول الكلمة دي؟ دي كانت ايه يا ترى النقطة دي يا دكاترة؟ دي كانت اللور اند بتاعت الباروتيد جلاند. وصل لي بقى النقط دي ببعضها. تاني نقطة في نص الماستويد، وصلها بالنقطة اللي عند الايه؟ الهيد اوف ذا مانديبل، هي عند التريكس اوف ذا اير دي. ده بوردر اسمه ابر بوردر، ده الابر اند بتاع الباروتيد جلاند، ماشي؟ طيب وصل النقطة اللي من عند التريجس لنص المسيتر، ومن نص المسيتر لللور اند، يعني تعمل لي بوردر اسمه انتيريور بوردر. طب وصل ما بين النقطة ال 2 سنتي بلو اند بيهايند الانجل اوف ذا مانديبول والميدل بتاع الماستويد، تعمل لي بوردر اسمه بوستيريور بوردر. واضح يا ولاد؟ يبقى ده سيرفيس اناتومي، ارسم الباروتيد جلاند ازاي على وش العيان. النيرف سبلاي بتاع الباروتيد جلاند ده عباره عن، قالوا نيرف سبلاي يعني انا عايزه اشغل الباروتيد جلاند. اشغلها ازاي؟ اديلها احساس، مفيش مشاكل. اشغلها ازاي؟ اخليها تسكريت، تطلع لي سكريتو موتور فايبرز. مين السكريتو موتور اللي في جسمي؟ بارا سيمباثيتك، صح؟ جميل جدا. وبعدين وديها سيمباثيتك فايبرز، تمام؟ تمام التمام. قالوا طبعا ايه؟ قالوا تعالوا نشوف بقى النيرف سبلاي بتاع الباروتيد جلاند، سمعنا عنه السنه اللي فاتت كده لمحه، ماشي؟ قال لك في نيوكليس موجوده في المظله اسمها انفيرو سليفري نيوكليس، كانت بتطلع نيرف اسمه جلوسوفارينجيال نيرف، النيرف رقم 9، تمشي الفايبرز فيه. الجلوسوفارينجيال نيرف يطلع لي برانش اسمه تيمبانيك برانش اوف جلوسوفارينجيال، سمعنا عنه واحنا بناخد الجلوسوفارينجيال، اسمه نيرف اوف جاكوبسون، صح؟ التيمبانيك اسمه تيمبانيك، تيمبانيك يعني ميدل اير، ماشي؟ يدخل الاير، يدخل جوه بلكسس اسمها تيمبانيك بلكسس، حلو قوي. يطلع منه نيرف اسمه ليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف، لو تفتكروا السكال، تمام؟ كان عليها جروف كده بتاع الليسر سوبرفيشيال بتروزال، صح؟ تمام التمام. وبعدين وصلنا الجانجليون، الجانجليون دي اكشوالي دي تبع النيرف اللي اسمه مانديبولار نيرف، فاكرين؟ ده كده المانديبولار، نازل منه الجانجليون دي اللي اسمها اوتيك جانجليون. انا محتاجه باراسيمباثيتك، باراسيمباثيتك يعني ايه؟ بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، كل الخط ستريت ده بري جانجليونيك، كل المنقط بوست جانجليونيك، احمدك يا رب. عملنا ريلي عشان انا باراسيمباثيتك محتاج بري جانجليونيك وجانجليون وبوست جانجليونيك، صح؟ مش ده كلام الفسيولوجي؟ طلعنا بوست جانجليونيك فايبرز مشيت مع، قالوا مشيت مع النرف اللي اسمه اوريكيلو تمبورال نرف. طب انا ليه امشي مع الاوريكيلو تمبورال نرف ده وانا من الاول خالص قلت لك ده الاوريكيلو تمبورال نرف ده باراسيمباثيتك، ده اسفه سنسوري رايح دي سنسيشن باروتيد. النرف ده خرج، قال له انت يا اوريكيلو تمبورال رايح فين؟ قال له رايح الباروتيد جلاند، قال له خلاص خد في ايدك. نمشي الباراسيمباثيتك ونمشي السنسوري مع بعض، ويروح الاوريكيلو تمبورال نرف شايل سنسوري وشايل باراسيمباثيتك للباروتيد جلاند، ماشي يا ولاد؟ يبقى ده كده الباراسيمباثيتك سبلاي، سكريتو موتور فايبرز، انفيرو سليفري نيوكليس، جلوسوفارينجيال نيرف، تيمبانيك برانش بتاع جلوسوفارينجيال، دخل التيمبانيك بلكسس، خرج نيرف اسمه ليسر سوبرفيشيال بتروزال، عمل ريلي في الاوتيك جانجليون، عمل طلع نيرف اسمه اوريكيلو تمبورال نيرف، مشيت الفايبرز معايا راحت مع الاوريكيلو تمبورال نيرف الباروت، حلو. امال مين السيمباثاتيك؟ قالوا سيمباثاتيك ده جاي لها منين؟ من السوبيريور سيرفايكال سيمباثاتيك جانجليون، عن طريق فايبرز ماشيه جو، ماشيه عامله بلكسس. انتوا عارفين سيمباثاتيك دايما بيبقى حوالين بلكسسز في الارترس، تمام؟ يبقى عمل بلكسس حوالين الارتري اللي اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري، اللي هو هيدخل باروتيد جراند ولا لا؟ ايوه هيدخل باروتيد، ماشي؟ يبقى دول كده السيمباثيتك سبلاي والبارا سيمباثيتك سبلاي بتاع الباروتيد، تمام؟ ربنا يوفقكم يا دكاتره وينفع بيكم ان شاء الله ويكتب لكم كل خير. المره الجايه ان شاء الله اللي عنده سؤال يا اولاد يكتبه لي، ماشي؟ اللي عنده سؤال يكتبه يا اولاد.
نعرف يعني ايه نظبط كده الفيستو.